معمل حبيب المصطفى اللي اليوم شغلناه السيد حسين كاونتر، احنا عندنا مترتين زائد المعلق مترتين، والسج متر ونص والمعلق متر، فوق السج لان هنا عندنا شباك. المترتين شنو صار بي؟ صار عندنا ثلاث مجرات وهذه قطعناها سيد حسين. هنا باكين حلوة ضخمات، طبعا عرض الكاونتر نسوي ضخم، وهذه هنا باب رف منقطع عن ذاكر. هنا باب ورف ارتفاع المعلق سويناه ضخم 70، والسبورتات اناره، وهنا رف بحيث هاي شيء اكثر الخراب من ناحيه الارتفاع والعرض، وهذه المعلق واضح شكات. نجي هنا المن للسن، خلينا ارتفاعه كلش مناسب قد الخلاط، هذه باب ورف، هنا خليناها سلات مال المواعين حتى المي يصير فوق من حوض. الكاونتر هنا صممنا، صممنا طبعا بالمناسبة هاي مال حجة قدام مال التنظيف الجوي، هنا باب ورف منفصل عن هذه الباكين ورف. طبعا خلينا فت فقره جديده كلش حلوه واضحه تقريبا اخواني يشوفون الناس، هنا نقدر تحط الصير، اذا انت تحط الصير هنا يبين تصوير. هذه الفقره مال الصواني بحيث مو مثل قبل نخليها ورا الباب وتوقع، لا بعد كلها داخل الكاونتر براحته، وان اثر على البيبان. لون المرمى طبعا الحوض سويناه 50 فاصوليه، لون المرمى الكريم نفس لون المقطع. العنوان هنا وضح لي اللمعه مالت المرمر، لو اللمعه فضيه، اليبراغ صاجي نفس لون السيراميك حتى يكون مقارب، واللمعه الفضيه تعطي لمعه واضحه. عنوان المعمل